اهلا اهلا، معكم مها من قناه ماس داري. الاخبار يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه كويسه. فيديو النهارده هو كده ميكس غريب. اول حاجه، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم. عايز اقول لكم ان فيديو النهارده كده ميكس شويه، يعني من كل بستان زهره، بس صورت حاجات وعايزه اوريها لكم. فهنبدا اول حاجه بالفلوج، اوكي، اللي هوريه لكم، وبعد كده هوريكم الهدايا اللي جاتني ورا اهي في يوم ميلادي. اوكي، خليكم معايا. ده جدول النهارده. عايز اروح اشوف شكله ازاي. كويس، مش عميق قوي بس والله حلو. دي فيلا في اوتيل منتجع، سوري، اسمه سلوى، ريتاش سلوى. تيجي كده مع فول برايفت وبس. يلا بينا نشوف هنعمل ايه دلوقتي. مين هنا؟ جينا دبس ورمان عشان نفطر، بس انا هتغدى. هي صاحيه من بدري في المول بالنهار. طب شوفوا بنات، عايزة ايه؟ شتي لي يا نفسي. بنات شوفوا، بعد ما خلصوا الاكل بيجيبوا فواكه والحلويات دي ضيافة يعني. دي رهيبة، تحت فيها قشطة ولا كاسترد؟ اعتقد قشطة صح؟ ولا قشطة ولا كاسترد مقلبية، وفيها فوق غاز لبنات وكراميل وسكر كده وفستق. البنات شكل طعمها خيالي والله العظيم. لو انتوا يعني ضايقينها قبل كده قولوا لي اذا كانت فعلا حلوة كده ولا انا ببالغ، لان فعلا والله طعمها جميل جدا، لازم تجربوها. النهارده فلوج جديد، متزغلوش من الدبدوب ده بتاع بختي. و في سيارة هنروح نفطر في مطعم اسمه ريحان، استنى هوريكم. ايه هو ده في الوست ووك. اوكي هصوركم الاكل بس ينزل ان شاء الله. حلو بالموضوع، انا بجيب لكم الطاوله ديت عشان تحطوا عليها اغراضكم. حطيت عليها شنطتي ونظارتي ولعبه اختي. انا هسكت لحد دلوقتي علشان الاغاني هتودينا ورا الشمس في اليوتيوب. جميل الخبز بس اتجنن. يا
جايز الاكل كان رهيب رهيب، اكلهم حلو كميات صغيره نوعا ما بس بشبع يعني مش عايزه اكتر من كده. ف دلوقتي خلصنا اكل ومش عارفه هنروح فين تاني، ودلوقتي حاجه مهمه صورة. اوكي الشمس جميله، شوف شوف السماء، شوف في معرض كده لعطور وبخور عاملينه هنا في وسط فوق. اهلا بنات، النهارده تاني يوم وعايزه اوريكم على السريع الحاجات اللي اشتريتها. سو من ديوان اخذت حاجتين، اوكي هما شنطتين، خليني افتحهم واوريكم شكلهم عامل ازاي. سو اول حاجه اخذت الشنطه ديت، صغيره هي بشكلها بنات شوفوا يجنن، صورتها لكم في الفيديو، في منها ذهبي وفي منها الاسود دوت. الذهبي كان عجباني اكتر بس حسيت ان الاسود دي هتتلبس اكتر، يعني بما انه الذهبي يعني مش عارفه هلبقها على ايه الصراحه، فقررت ان انا اخد السودا. زي ما انتم شايفين ليها ستراب هنا بيتحط في العلاقات ديت، اوكي ودي تنشال شايفين دي كباسين من هنا تنشال، وممكن تستخدميها كمحفظه يعني بس كده تحطيها في الشنطه، او حتى مثلا دي شنطه ودي محفظه يعني اللي تحبي. فشكلها كيوت خالص وليها ستراب زي ما قلت لكم، الستراب جوه الشنطه من هنا تجنن عجباني موت. وتاني حاجة اخدت الشنطة الكتكوتة ديت، بنات شوفوا تجنن بجد، حلوة قوي قوي قوي، اللون كده بيج زي ما انتم شايفين ومكتوب عليها من هنا ديون. كنت فاكرة ان دولت بيتفكوا بس لا، دول قطعة واحدة وهي برضو ليها ستراب، بس شوفوا شكلها ازاي كده مثلا مع الاضاءة، شايفين اللون هنا باين اكتر، يعملوا سكيب دوت انا كنت بنضف شوفوا كده مبين مع الاضاءه اكتر. اوكي فيها جيب من ورا ومن هنا، ثانيه انا بس مش عارفه استخدم ايدي بس هي سهله موت، شايفين كده. اوكي قوي، انا مش ناويه البسها بالستراب الصراحه، مكان الستراب هنا حابه ان انا امسكها كده يعني تبقى كده شكلها كيوت. دول من تيم هورتنز، انا بحب كده قوي، بحب في مصر كنا بنشتريهم زمان وانا صغيره، بيجوا كده زي قطعه واحده عليها يعني زي بار مثلا الموند او سمسميه او حمصيه او اي كان، واي حاجه فيها راسبيري الصراحه انا بحبها جدا. دول من كانوا من تيم هورتنز. واخدت من محل شيلات شيلتين، واحده بيج واحده سودا، انا بحب دولت اللي هم كده قطن ناعمين، شايفين حتى دي زي فيها لمعة بسيطة بس شكلها بيبقى حلو في اللبس. بعدين من ريفا اخدت ست كده لونها كحلي، بنطلون مع بلوزة، بس طلعت كبيرة قوي فرجعها، والحمد لله هم بيدبسين الفاتورة هنا، هبقى اوريها لكم لما اغيرها ان شاء الله. بس دي الحاجات اللي انا اخدتها، كملوا الفلوج. اوكي النهارده يوم ميلادي سو النهارده عندي كذا مشوار، اول حاجه اروح على الصالون عشان اعمل اظافري لان خلاص زهقت منهم وعايزه اشيلهم يعني. بعد كده كلموني شانيل علشان اخد هديه يوم ميلادي، وفي على الاغلب هتكون فيشل على الاغلب يعني، فهروح واشوف. انا مش حاطه اي حاجه النهارده، كسلت اعمل اي حاجه ليترلي، ولبست اسرع سريع بس عايزه اخرج من البيت وخلاص، مش عارف ايه كمان هشوف، ولو في حاجه مهمه هبقى اصورها لكم. اوكي باي. اهلا بنات، انا خلصت من الصالون واخيرا عملت اظافري، خليني اوريها لكم.
ده كروم تحفة من زمان نفسي اعمله، مش لاقيه بجد صالون يكون بيعمله حلو يعني، فاخيرا عملته. المهم دلوقتي انا خلصت من الصالون وبعد كده هروح على فين، على الفاندوم مول. جه على بالي قوي اروح على الويست ووك. الويست ووك ده زي مكان كده مفتوح فيه مطاعم وكافيهات ومحلات، مكان روعة يعني، والجو دلوقتي تحفة يعني، درجة الحرارة دلوقتي 23، فحابة كده اخرج مكان مفتوح وانبسط بقى دافري جديدة. فبس ده المخطط النهاردة، ولو في حاجة مهمة طول اليوم هبقى اصورها لكم. اوكي يلا باي. اوكي بنات، انا لسه راجعه البيت دلوقتي، فقلت بالمره اصور لكم الهدايا اللي جاتني في يوم ميلادي. انا عارفه ان الموضوع قديم جدا، بس طبعا يوم ميلادي كان في 12/2 بعدها بشهر بصور، اي نو، بس في حاجات ما فتحتهاش زي ما انتم شايفين، وفي حاجات فتحتها واستخدمتها. ليه؟ لانه انا صورت فيديو كامل from A to Z على الحاجات اللي جاتني في يوم ميلادي هديه، بس المسح كل حاجة انمسحت وكل حاجة ضاعت، قدر الله وما شاء فعل. خلاص المهم يلا خلاص، مش عايزة افتكر اللي حصل، فعايزة اوريكم اول حاجة الحاجات اللي جاتني هدايا. اول حاجة من صاحبتي، انا بس عايزة احط موبايلي سايلنت لانه في كتير مسجات بتيجي. مهم اول حاجة من صاحبتي جابت لي برفيوم دوت اللي هو من لويفي اللي اسمه سولو إيلا. طبعا عشان تكونوا عارفين زي ما قلت لكم الحاجة كلها فتحتها لانه كنت بصورها لكم، بس يعني ما علينا. فاول حاجه كانت من صاحبتي في الدوام، جابتني البرفيوم دوت اللي هو من لويفي اللي هو اسمه سولو إيلا. ده انا بموت فيه، كان عندي منه واحد صورته لكم قبل كده لما جبته من الامارات. هي من كتر ما هي عارفه ان انا حبيته وخلصته كامل فراحت جابت لي واحد تاني. الحاجه اللي بعد كده وهي نظاره زي ما انتم شايفين. او ماي جاد، كان نفسي اوريكم يعني شكل الباكجينج، بس اللي متابعني على الانستغرام هيشوف ان انا عملت لها انبوكسنج. اللي مش متابعني هسيب لكم لينك الانستغرام او اسمه هنا، واللينك موجود في الديسكربشن بوكس، روحوا اعملولي فولو هناك عشان بنزل ريلز وكده وحاجات حلوه. سو هي دي النضاره، بصوا شكلها خيالي، خليني اوريكم شكلها عليا ازاي. طبعا هي كبيره بس حبيت التفاصيل اللي هنا قوي، شايفين؟ اي نو ان هي كبيره عليا، مش مع الشيله ديت يعني، مع الشيله التانيه هيطلع شكلها اظبط من كده بكتير، ولكن التفاصيل بتاعتها تحفه. طيب والهديه اللي بعد كده وهي سماعات ابل اللي بجد كان نفسي فيها من زمان جدا. طبعا الستاند ده انا لسه شاريه من شي ان. اللي مشافش الفيديو دوت عملت فيه انبوكسنج للفيديو اللي فات، فلما شافوش هسيبه لكم هنا في الديسكربشن بوكس اللي عايز يبص عليه. الستاند ده جبته من شي ان، ولكن السماعات ابل، واشتريت لها كمان الكفرات ديت، اعتقد اسمها برو ماكس اير ماكس، والله ما فاكره اسمها ايه يعني، بس انا بستخدمها كتير خصوصا في الايديتنج وكده، لانه العازل بتاعها او النويز كانسليشن بتاعتها خيالي، وببقى خلاص مش سامعه اي حاجه حواليا ومركزه في اللي بسمعه. فدي هتنفعني قوي في السفر، لانه صوت الباص بتاع الطياره اللي بيوديك على الطياره وصوت الطياره اصلا كتير مزعج، خصوصا ان دايما انا بقعد جنب الشباك وقريب من الجناح، فده ما صوت بيبقى اكستريم، فالنويز كانسليشن بتاعتها خطيره. طيب في بعد كده عندنا هنا الهديه ديت،
زي ما شفتوا في الفلوج كلموني من شانيل وكلموني من ديور عشان اجستلم الهدايا بتاعتي. ففي هدايا من ديور نفسه وفي هدايا من الموظفه اللي تشتغل في ديور. اوكي فخلينا نفتح. بصراحه انا مش فاكره ايه اللي كان من ديور وايه اللي كان من الهدايا ديور من الموظفه، بس خلينا نفتحهم وخلاص. سو هي حطتهم لي كده في الكيس بتاع الهوليداي دوت، لان طبعا انا ما بقالي كتير جدا يعني ما اشتريتش اي حاجه من عندهم. انا فتحتها وشفت جواها ايه يعني، بس قلت اوريكم، رجعتها زي ما كانت الهديه عشان اوريكم. سو هنا في 3 برودكتس خليهم هنا، وتعالوا نفتح اول هديه. شايفين جمالها ازاي حلو. سو اول حاجه مين الاطباق دي؟ اول حاجه وهي من الهوليدي كولكشن برضو، اللي هي الكوشن فونديشن كيس. دي الكيس بس، الكيس كده بتيجي لوحدها. شايفين الجمال بنات؟ بتيجي كده فاضيه. اوكي والريفل بتاعها هنا كده، فانتوا بقى بتشيلوا الريفل وتحطوه جوه الكيس خلاص. وتاني حاجه وهي الليبستيك كيس برضو من الهوليداي كولكشن. اوكي دي بس الكفر بنات اللي بتحطوا جواه الليبستيك. وهنا في 3 برودكتس برضو، انا طبعا نسيت ايه هي الحاجه، بس والله انا فتحتهم وانبسطت عليهم جدا. يعني اول حاجه كانت الليبستيك اللي هو رقم 100، بس ده اللي هو الاصدار الجديد اللي هو كده. وتاني حاجة اللي هو ديور ادكشن ليب ماكسمايزر. ليب ماكسمايزرز دولت انا ما بحبهمش، بس الدرجة لونها خيالي. شايفين دي رقم كام بنات؟ هقول لكم رقم 12 روز وود. اوكي اللي هي كده ليب ماكسمايزرز دولت انا ما بحبهمش ليه؟ لان فيهم بامبنج، فبيعملوا نامنينج كده في او تنميل في الشفايف، وانا ما بحبش كده يعني، فالاغلب هدي لحد. وتاني حاجه برضو ليب ماكسمايزر اللي هو رقم 26 اللي هو دوت. تحس ان هم ارقامهم او الوانهم قريبه من بعض مش كده؟ بس لا هم ارقامهم مختلفه. اي ثينك ان ده شويه مات والتاني شويه فيه شمري. سو دي كانت الحاجة اللي من ديور. وكان هنا في كمان هدية ثانية صغيرة، I think ان دي باوتش من شكلها مبين. سو دي الباوتش برضو بتاعت الهوليداي اللي لونها كحلي، فكره جوه فيه برودكتس. لا مفيش حاجة، اللي هي كده كأنها مخمل او شاموان ولونها كحلي ومن فوق كده ذهبي، شكلها كيوت خالص. So thank you Dior. والهدية اللي بعد كده من كمان من صحابي، هم عارفين انه انا بحب Dior صراحة، بس هنا في كات. هم طبعا عارفين يعني الادمان اللي كان موجود. So الهدية ديت من صحابي جاية في البوكس ده كده، والبوكس ده بيتفتح كده بشكل غريب. وهي بنات البرفيوم الجديد اللي اسمه نيو لوك ده. انا مش همتوش، بصوا لسه فاتحه معاكم دلوقتي. اعتقد نزلوه ده اخر حاجه، بس مش فاكره الصراحه نزلوه امتى. انا بس بعمل بسرعه جدا لانه الكاميرا هتفصل. سو هو ده البرفيوم اللي هو اسمه نيو لوك، تأجدت واحد عندهم، بس خليني اشمه بسرعة قبل ما الكاميرا تفصل. بصراحة مش عارفة ايه مكوناته، بس هو ريحته خطيرة. ومن اختي جابت لي الانسيال الذهب دوت، استنى اوريكم شكله على الايد ازاي. سو هو كده، شايفين جماله حلوة قوي. في لولي كده من هنا حلو، وهو على شكل وردة فيها ذهبي وفيها من جوه ألماسة وكله ذهب، شكله كيوت موت. وأنا بحب الحاجات الرقيقة دي طبعا. على فكرة ما بحبش الذهب أبدا،
ابدا، بكره الذهب حرفيا، بس لما تكون حاجه كده رقيقه وشكلها حلو بحب يعني، ما عنديش مشكله فيها. واخر حاجه من شانيل شفته كان في فيشل، وكمان ادوني الهديه ديت، وهي عباره عن الباوتش الجميله دي، شايفين التفاصيل اللي عليها البرودكتس بتاعت شانيل. وجواها كان في برودكتس برضو، انا مش عارفه شلتهم ولا لسه موجودين، ثواني لا شلتهم. المهم كان جوه في برودكتس، وهي مقسمه بالشكل دوت، هي من بره جلد ومن جوه قماش ومتقسمه، مكتوب عليها من هنا شانيل بيوتي وعليها التفاصيل الحلوه ديت. بس كده يا حلوين، ده كان فيديو النهارده، او كان ده فلوج النهارده. اتمنى يكون عجبكم الفلوج واستمتعتم معايا، فلو عجبكم ما تنسوش تدعمونا باللايك وشير الفيديو مع اصحابكم وسبسكرايب لو اول مره تشوفوني. باي باي.